اهلا بيكم اكشن. اهلا بيكم مره ثانيه، معاكم مهند اسماعيل. ان كاميرا ان كاميرا يبقى فريم. اوكي يلا. اهلا بيكم مره ثانيه، معاكم مهند اسماعيل في قناتنا اليوم. احنا طبعا من داخل السياره السي 8 الكورفيت ال 2020 اللي كل الناس طبعا مستنيها تطلع وتشوفها وتيجي تجربها وتقعد فيها. طبعا انا قاعد فيها زي ما انتم شايفين السياره ما شاء الله. كل التركيز طبعا ناحيه السايق، واهم شيء ان كل التركيز المعلومات والشاشات والكاميرات وحتى الشاشه الرئيسيه للسبيدوميتر وحتى شاشه النافيجيشن والانفوتيمنت كلها عند السايق فقط. الراكب هيستمتع طبعا بالسياره بس مش هيشوف حاجه مع الاسف. اهم شيء عندنا طبعا الرؤيه هنا اوضح كتير، السياره اوسع فعلا شويه من الموديل اللي قبله السي 7. الانجن طبعا زي ما احنا قلنا ان هو ميد انجن، كل الاوبشنز سهل الوصول اليها في اماكن جديده. طبعا اليجنت اكتر او اكتر اناقه، حتى المكيف فيه تاتشز سهله جدا واماكنه سهل الوصول اليها. الستيرنج زي ما بيقولوا هنا في السكان ديزاين بيدي ايحاء طبعا ان هو لازم تسوق بطريقه معينه ولازم يبقى عندك الاحساس بالرش، وطبعا ان انت في مكان مختلف طبعا في الشارع غير السيارات الثانيه عندك الاحساس طبعا ما شاء الله جميل. زي ما احنا شايفين حتى السيتس هي ريكارو سيتس كومبيتيشن جي 2 بيقولوا عليها. كل ازرار المكيف وتبريد الكراسي موجوده في الكونسول، الظاهر طبعا زي ما احنا قلنا عند السايق فقط. الجير كله التحكم فيه في الكونسول، وتقدر تتحكم في التراك مود والسبورت مود والتور مود. في نوب او بكره بتقدر تستخدمها عشان تغير المودز، وطبعا الشيفت بادلز موجود عندنا في الستيرنج. المودز كلها بتتغير عن طريق النوب. احنا لو هنصور من الداخل هنشوف طبعا العدادات بتتغير، السوق بيتغير، السسبنشن، البريك باك، البريكنج حتى بيتغير، كل شيء بيتغير بالسياره. السقف عندنا هنا اعلى كتير عن الشكل اللي قبلها. الحزام حتى لونه اورنج، تقدر تختار الوان الاحزمه زي ما احنا شايفين او اقول لكم ان انا شايفه. يعني فيها الوايرلس تشارجر والتليفونات. السياره ما شاء الله يعني حتى ملمسها مختلف عن الموديل اللي قبلها، والرؤيه احسن كتير. احساس بصراحه جميل جدا. العدادات الديجيتال مدياني ايحاء بنفس العدادات تقريبا اللي كانت في باك ذا فيوتشر، لو هنفتكر الفيلم بتاع باك ذا فيوتشر. العدادات اللي كانت شكلها فيوتشرستكس او شكلها مستقبلي جدا هي موجوده هنا حاليا قدامنا واحنا شايفينها. السكرين ممكن تكون 10 انش، فيها طبعا اندرويد اوتو والابل كار بلاي. تقدر طبعا الريسبونس فيها سريع جدا يعني زي تليفوناتنا يعني كلها حاليا متوصله. السياره فيها الكاميرات بنقدر نستخدمها عشان تساعدنا في باركينج. في كاميرتين قدام وكاميرتين ورا، المرايه بتورينا رؤيه كاميرا، في واحده للريفرس او للرجوع للخلف، واحده لو احنا ماشيين ستريت لقدام او فورورد بنقدر نحرك او نشغل الكاميرا الخلفيه بتورينا الرؤيه على المرايه بصوره اوضح، زاويه اوضح شويه، والاتش دي طبعا اكيد بتكون، وهتساعدنا طبعا بالليل في الضباب، في لو في مطر، لو في ضباب تقيل ولا اي شيء طبعا نقدر نشوفه، خاصة الانجن بقى موجود ورا. بيساعدنا طبعا ان احنا السيفتي طبعا تأمينة جدا. في عندنا النقاط العامية للعربيات مطورة جدا، ما بتستناش ان السيارة تبقى جنبك خلاص، هتنبهك قبل ما توصلك السيارة بمسافة معينة. انا بكلمكم بسرعة عن التفاصيل اللي انا شايفها لأول ريفيو او أول مرة اقعد فيها بمدة أطول شوية. السيارة انا طلعت فيها او جربت قعدت فيها قبل كده، كانت موجوده في دبي في الموتور شو من كام شهر، بس طبعا ما لحقتش لان كان في هجوم على السياره طبعا على الموتور شو. دلوقتي حتى شايف نلمس السيتس، الخامات مختلفه ومخلطه، يعني في سويد وفي جلد وفي الكربون فايبر، والحزمه زي ما احنا قلنا الالوان بتختلف، السقف بتاعها كمان من السويد او شموع مخمل زي ما احنا بنقول. المرايات رؤيتها احسن، رؤيتها بالنسبه لي انا طبعا مش طويل جدا بس شايف
رؤيه ممتازه. انا عندي كاميرا رؤيه مبقاش شايف منها كتير بصراحه لان هي الشكل القديم اللي هي البامب دي اكيد ناس كتير عارفاها، بس متعود على سرعتها بدون يكون رؤيتي كامله فيها طبعا غير الشكل الجديد والحاجات دي كلها غيروها اكيد. بس الرؤيه هنا بالنسبه لي حتى في الكورفيت السي 8